المشارف من دونها رجال، ولازم نستعيد دولة الجمهورية من إدارة العصابة المارقة المغتصبة البغيضة المدعومة من إيران. دعوا الشعب اليمني أن يلتفوا حول الشرعية وأن يحروا أرضهم العاصمة صنعاء من هذه العصابة، مراد أبية ومراد موصوفة بالنصر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نشكر كل أبطال الجيش الوطني على بسالتهم وبطولتهم، وكذلك القبائل المساندة للجيش في كل المعارك. يا سلامي يا مطارح عصية تردع الغازي وتكسر عصاه. نعم ربعي ترى دلقامة جدعانة تسكي سمها أعداء. الدم في إيدي ون الدم في إيدي.